ولذلك يبدو أنه في حديث يعني تقدر تقوله صححه كثير من العلماء أو بعضهم، هذه السورة تعدل 1000 سورة، يعني سدس القرآن. هذه السورة تعدل كما ورد طبعا في سورة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد ثلث القرآن، ثلث معناته حقائق قل هو الله أحد بدور حولها القرآن أصلا، ثلث القرآن بدور حول حقائق سورة قل هو الله أحد، ومعناته سدس القرآن بدور حول حقائق هذه السورة اللي هي التكاثر. 1000، أنا قلت 1000 سورة، قلت 1000 سورة، ما هني كلهم 114. فكرت فيها، قلت أبصر شو جدك إنه بنزل الوحي بعد رسول الله. طيب طب جيد، شفتوا كيف تصححوا الكلام بدل ما نصير نصححه احنا في الفيديو بعدين. طيب إذن تعدل 1000 آية، ألهاكم التكاثر، هذه حقيقة بتجدوها في واقع الناس، ومن هنا بنحتاج الناس دائما للتذكير، والعصر إن الإنسان